اهلا وسهلا بكم. طبعا القطعه اللي هي الخضراء دي طبعا بنلاحظ ان هي لونها باهت جدا وفيها خدوش جدا، ومهما تغسلها الخدوش دي مش هترجع تاني طبيعيه، ومش هترجع تاني ناعمه، وهيرجع فيها اللمعان. شوفوا ازاي بسرعه. طبعا هنعرضها بس للحراره، هنمسك الخاتم ببنسه ونعرضه بس للنار، سواء كان معاك طبعا ولاعه او اي شيء. اهو هيرجع الخاتم جديد زي ما كان. شوفوا بقى الوقت، الخاتم هرجعه لكم جديد، يعني شوفوا الخاتم بقى عامل ازاي، حاجة بقى يعني الخدوش كلها زالت، وطبعا حاجة بقى جميل جدا جدا، ورجع تاني جميل، وبقى يعني حاجة جميلة جدا. شايفين حاجة منتهى الروعة في يعني ثانية واحدة، في ثانية واحدة.